ضمن فعاليات مهرجان الشام الدولي للجواد العربي المقام بدمشق وبمناسبة ذكرى عيد الجلاء، أقامت اليوم اللجنة المنظمة للمهرجان مسيرة الشام الكبرى للخيول العربية الأصيلة بمشاركة أكثر من 300 فارس وفارسة. وانطلقت المسيرة من مقر المهرجان على أرض معرض دمشق الدولي القديم لتجوب عددا من ساحات دمشق التاريخية لتختتم جولتها بالعودة إلى نقطة الانطلاق. وتقدمت الفرقة الموسيقية المسيرة، تلاها فرسان نادي الشرطة بالزي الرسمي، ثم فرسان دمشق وبقية المحافظات بالزي التراثي الأصيل، ممتطين جيادا عربية سورية الأصل، وذلك إضافة إلى مشاركة دولية متميزة لفرسان قدموا للمشاركة في هذا الحدث الرياضي. طبعا هذه المسيرة، مسيرة الشام الكبرى، تضم بين ذراعيها مجموعة كبيرة من الفرسان. هؤلاء الفرسان قادمون من مجموعة من المحافظات، أضف إلى ذلك هنالك فرسان من دول شقيقة وصديقة. جميعهم أجمعوا اليوم الاحتفال بالنصر، احتفال بأعياد الجلاء. هذه الخيول التي تجمعت من جميع هذه الأقصاء التي ذكرناها جاءت لتصهل من هذه الأرض في مدينة الياسمين. اسمي إسراء عبد الله، أنا فارس أردنية جاي من الأردن مخصوص لحتى شارك بالعيد الجلاء السوري. فرسان كلهم يعني السوريين خصوصا كثير متفوقين دائما، وإشي كثير حلو إنه عم يعملوا مسيرة بالخيل بهذا العيد. كل سنة نحن بنعملها مسيرة الجواد العربي بمناسبة عيد الجلاء. الرسالة حابة نوصلها هي نحن السلام والحب، سوريا عظيمة. المشاركة كتير ممتازة، من حمص ومن حما ومن الشام ومن اللاذقية، يعني مسيرة من السويدة، إن شاء الله سوريا بخير صارت. نحن اليوم جايين نشارك بهاي المسيرة الكبرى، مسيرة دمشق الكبرى، وطبعا إن الشرف مثل بلدنا والحمد لله، ونثبت للعالم كله إن نحن بلدنا بخير، ونحن رغم كل هاي الظروف اللي مرينا فيها نحن مستمرين. نحن بتعني لنا كثير هاي المشاركة بالمسيرة، لأنه قيادة الثورة السورية كانت من جبل العرب بقيادة المرحوم الباشا سلطان الأطرش، ونحن دمنا في دل الوطن، وأكيد بعد الرحمة على شهدائنا هلأ بترحم على شهدائنا، وقدمنا ورح نظل نقدم لآخر قطرة دم لنحرر سوريا. يعني هي المسيرة هي يعني رمز كبير لبلدنا، يعني تعلن عيد جلاء نصر هذا لسوريا كان، ونحن كل سنة عم نحيي هاي الذكرى هاي بمسيرة الخيول بمسيرة الشام الكبرى. في مشاركات كبيرة كثير هاي السنة، هاي غير كل مرة، غير كل مرة في مشاركات من المحافظات، من حما، من حمص، من السويداء. الحمد لله بفضل من الله الأمور تمام كثير.